وجه رئيس مجلس الوزراء بحكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك خلال زيارة معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك نزلاء دار العجزة ورعاية المسنين في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، وجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والاحتياجات العاجلة لتحسين خدمات الدار والقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه النزلاء. وطاف رئيس الوزراء في عنابر دار المسنين والأقسام الخاصة بتقديم الخدمات المختلفة للنزلاء بالدار، مستمعا من المدير والعاملين إلى شرح حول الرعاية التي يقدمونها للنزلاء من كبار السن والمرضى. وخلال الزيارة تبادل رئيس الوزراء مع نزلاء الدار التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على ضرورة أن يتم التواصل والتنسيق مع الحكومة والمحافظة في حال وجود أي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين على الدار لسرعة حلها. وشدد رئيس الوزراء على مواصلة إدارة الدار والعاملين فيها جهودهم في خدمة نزلاء الدار وإيلائهم جل مشاكل وأوجه الرعاية والاهتمام للتخفيف للحد من معاناتهم نتيجة الظروف الصعبة، مؤكدا على تقديم كل الدعم لضمان استمرار خدمة المسنين بالشكل اللائق وعلى أعلى المستويات. من جانبهم أعرب نزلاء الدار عن بالغ سعادتهم وارتياحهم لزيارة رئيس الوزراء وحرصه على تفقد أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم للعمل على توفيرها والمساهمة في معالجة مشكلاتهم.